بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ومباشره هنروح لزميلنا شريف شعبان ولقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. تحياتي ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك ولكل متابعي شاشه قناه النادي الاهلي بعد انتهاء مباراه طلائع الجيش والاهلي بالتعادل. معي مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد بقول لك يعني هارد لك، وهي دي الكوره. بس يا كابتن سيد يعني بره اي حسابات، يعني انا اللي اعرفه واللي اتعلمناه في الكوره الفار ده بيبقى بيدي للناس حقوقها. كل مباراه، المباراه اللي فاتت واللي قبل منها واللي قبل منها، يبدو ان الفار مصمم ان يخسر النادي الاهلي. النهارده في كوره فيها شك كبير جدا ان الكوره جول وما نروحش للفار. طب ما تروح يا كابتن ابراهيم بص على الكوره. انا ما بتلككش بتحكيم وما بتكلمش على التحكيم، ولكن حالات الفار كل ماتش الخبر التحكيم بيقولوا زي كره اجايل مره شافت ضربه جزاء وقبلها وقبلها وقبلها، والنهارده في كوره فيها شك كبير جدا ان الكوره هدف. لحد امتى يا كابتن سيد هيفضل النادي الاهلي يعاني من اخطاء تحكيميه بيدفع ثمنها بطولات؟ طيب يعني بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا النتيجه يعني مش مرضيه اطلاقا خالص، في ظل صراع كان مهم قوي ان احنا نوصله للاخر. يعني طبعا يعني في لسه شويه وقت، لكن الامور طبعا بتصعب. انا مش هاكد على الكلام اللي انا قلته المره اللي فاتت في بعد مباراه انبي، احنا السبب بشكل كبير قوي 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 في عدد من المباريات والنقاط اللي فقدناها السنه دي، كانت كفيله انها تحسن من الوضع بشكل كبير جدا جدا. مش هدي برضه، هقول نفس الكلمتين، المبررات اللي احنا قلناها والحاجات اللي احنا قلناها كل حاجه بتنتهي خلاص، بتبقى بس النتيجه. يعني اسفين جدا لحاجات كتير قوي عملناها السنه دي في الدوري المصري، اجتهدنا بشكل كبير قوي في البطوله الافريقيه، ربنا كرمنا في 27 نوفمبر ببطوله افريقيه مع على حساب الزمالك، ثم 5 ديسمبر على حساب طلائع الجيش في الكاس، ثم 11 فبراير على ثالث عالم، ثم كاس السوبر الافريقي يوم 28/5. ده اثر بشكل كبير قوي في المباريات المحليه اللي اتضغطت اصلا بشكل مش طبيعي ابدا، مش ممكن ابدا اللي يكون حطها انسان عنده خبره في الكوره، لا انسان قاصد يعمل حاجه معينه. وحصلت ان فقدنا 10 نقاط في 9 مباريات لعبناهم في رمضان. المضحك جدا جدا، وكان انت بتستخف بالعقول، يعني سمعت التصريح بيقول اصل الجونه هتلعب السموحه يوم 19 فاجلناها يومين عشان يبقى في تكافؤ فرص. طب والمباريات اللي احنا ضغطنا فيها التسع 10 مباريات اللي احنا ضغطنا فيهم كنا بنلعب في دوري السلطانيه، ما هو نفس الدوري. يعني انت بتعمل تكافؤ فرص في مباراه، والنهارده بتضغط فرقه 9 مباريات. المضحك اكتر ان هو يعني عايز الجونه يعمل ثلاث ايام عشان لما يجي يلعب مع الاهلي ويبقى فقط 3 ايام بس. طب الاسماعيلي ده اللي لعب مباراه بيراميدز يوم 4 وقعد مستنين لحد يوم 11 وبعدين لعب بعد 48 ساعه مع المنافس بتاعك، يعني ما كانش تكافؤ فرص. يعني استخفاف بالعقول بشكل سيء جدا جدا. الفار وعمايله، ما اعرفش كابتن محمود بسيوني، ما اعرفش يعني انا بقى لي فتره طويله يعني ماسك، يعني حكم لي تقريبا مباراتين، مباراه مع دجله من حوالي 4 5 سنين حسب عليها ضربه جزاء على مؤمن زكريا تقريبا ولا حاجه، ملهاش علاقه بالقانون اصلا. يعني القانون ما اتغيرش ساعتها، جت في كتفه وبعدين في ايده راح حاسبها. النهارده يعني كان من كام يوم، من 13 يوم كان موجود برضو على الفار عندي في مباراه دجله، وجاب ابراهيم نور الدين برضو كابتن ابراهيم نور الدين وقال له تعالى شوفها. النهارده يا راجل ده احنا بقالنا 32 مباراه الفار استدعى الحكم مثلا 3-4 مرات في ال 32 مباراه، تمام؟ يعني الفار في الكاف حسب لنا حكم لنا 5 مباريات كلهم حاجات صحيحه 100%. الفار في الدوري المصري عندنا يعني 11 ضربه جزاء او مثلا ممكن يكون 10 ضربات جزاء ما حدش بيرجع لحد. انا مش منفعل ولا حاجه، بالعكس انا بقر بالاخطاء، احنا اخطانا كتير جدا، مجهدين جدا، الفرقه مجهده، الفرقه ميته ان صح التعبير من المشاركات والسفر وتغيير الملاعب. لك ان تتخيل فرقه من 27 نوفمبر السنه اللي فاتت لحد دلوقتي كميه سفر مش طبيعيه، كميه واللي بيقول لك عشان تكافئ الفرص يطلعني، يعني العب يوم الاربعاء اللي فات في اسكندريه وبعدين العب السبت في القاهره وبعدين العب الثلاث في السويس وبعدين العب الجمعه اللي جايه في اسكندريه، وبعدين يقول لك تكافؤ فرص وبعدين تنام. بص بقى تنام تلاقي واحد مثلا ايه يعني راح بعت لك جدول كده على الفطار، يعني كنت انت لسه ما يعني ما صحتش وركزت. يعني
طيب النهارده الشهر الجاي مثلا المفروض ان انت عندك 3 بطولات، تمام؟ المبدا التكافؤ الفرص ده في توقف دولي، يعني بتوقف دولي، التوقف الدولي ده هيبقى من يوم 28 ليوم 7، اقطع دراعي من هنا انه هو ممكن يحط لك يوم ماتش يوم 9 يوم 10 يعني في الكاس، ما انت ما لعبتش، تمام؟ الراجل اللي كان بيقول لك يعني ايه عشان مبدا تكافؤ الفرص والفرقتين يوم لغي ماتش اسوان، مبدا تكافؤ الفرص، فاهم؟ يعني مبدا تكافؤ الفرص فيوم لغي اسوان، يعني احنا هتلعب برضو الكاس نفس الكلام، يعني هتضغط ام الماتشات زي ما هي بالشكل اللي بنلعب بيه ده، يعني فرقه على مدار 32 اسبوع، على مدار 32 اسبوع لعبنا 17 ماتش، 32 اسبوع 17 ماتش او 16 ماتش كل 48 ساعه، يعني انت بتلعب 50% من ماتشاتك، يعني بص العقليه اللي بتقول لك تكافؤ الفرص، يعني فرقه بتشارك في افريقيا وبتشارك في ادوار متقدمه في افريقيا وبتوصل للنهائي وبتلعب في الدوري المحلي، 50% من ماتشاتها، 50% من ماتشاتها لعب كل 48 ساعه. انا يعني مش بدي مبرر، لكن هي يعني انا شايف ان كان دوري في المتناول جدا، ما بلومش برضو غير نفسي، فقدنا نقاط كتير قوي، لكن ليها اسباب، مع يعني مع يا راجل ده انت ده يعني طب هاتوا، يعني اضحك علينا، اضحك علينا وهات ابراهيم نور الدين وشوفها كده عضو يعني دقيقتين ثلاثه. بص ده في كره بتيجي في العارضه الحكم بيحسبها وبعدين الفار بيلغيها، يعني الكره اللي دوبك بس بتيجي في العارضه، ما يعني مش عايز اكتر في الكلام يعني عشان برضو يبقى المذكرات اصلي بتتفهم بشكل مش مظبوط، وبعدين اللي بيراقب ده ويقعد يقول لك خليك في ورقتك، يراقب ده مع ناس تانية، لا 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 مع ناس تانية ما بيبقاش موجود في اللجنه اصلا، يعني ما بيبقاش هو ده يعني بيجيب ناس تحقر من بطولاتك، تحقر من بطولاتك وتتفه من بطولاتك، تمام؟ وبعدين يجي عندنا يقول لك ايه يعني خليك في ورقتك، يعني ايه اما انت، والتاني يقول لي انا يعني انا بعتب عليك جامد جدا في تصريح ولا اتنين، تمام؟ يا عم انت بعتب على نفسك، يعني لو انت شايف ان انا كلامي يعني في حاجه يعني مش مظبوط، طب انت مع الاخرين ايه؟ ما بتعتبش عليهم ليه؟ يعني طيب بس عشان بس الواحد ما ينفعلش بشكل وحش، يعني احنا غلطانين جدا، غلطانين يعني في مباريات كتير قوي، النهارده كان لينا جول ممكن يفتح الجيم في وقت انت بتحتاجه، يعني ما فيش قدره الشوط الثاني ان انت تسجل، لكن طبعا طبعا يعني في حسابات هتتراجع بشكل اكيد يعني، وفي حاجات هتتعدل اكيد يعني. كابتن سيد انا بلعب باسم مصر وبشارك في بطوله افريقيه والحمد لله بشرف مصر وبشرف افريقيا والنادي المصري اللي بيحافظ على اللقب وبيجيب لقبين، هل يتم عقابي بضغط مبارياتي ولا يتم تكريمي يعني مش تكريمي بص يعني اديني حقي في لعبي؟ بص بس عشان نبقى في الصوره، يعني في الاخر كل ده هيتنسي وهيفتكر بس مين فاز يعني، لكن احنا بنقول الاسباب اللي ممكن ادت لكده، اسباب احنا كان ما ينفعش ان احنا نثق في ناس ما ينفعش يتثق فيهم، يعني الكلام نهائي، ما ينفعش تثق في حد، ما يعني تثق في حد ما ينفعش الثقه تبقى فيه اساسا، يعني ما ينفعش. اتنين ان يعني في مقوله حلوه جدا، يعني اقول لك ايه، يعرف الرجال بالحق، يعني لما يكون في حق كده عليا وعلى التاني وعلى غيري وعلى غيري وعلى غيري، يبقى انت بتعرف الراجل هنا المظبوط. يعني انا شايف يعني ان السنه دي في اخطاء طبعا على المستوى المحلي مننا طبعا اكيد في حساباتنا وتقييمنا وفقدنا النقاط، ده وضع مفروغ منه يعني، لكن عد الماتشات، العب 32 اسبوع منهم 15 16 17 مباراه كل 48 ساعه، وبعدين واحد يقول طالع بتصريح يقول لك ايه عشان تكافئ الفرص فهنأجل شويه مباراه الجونه، يا راجل في نفس البطوله فرقه بتلعب 16 17 مباراه، وبعدين طب الكاس هتعمل فيه ايه؟ هتلعبني يوم 9 برضو؟ يعني هتجيب لي جدول كده اصحى من النوم لو على الفطار قبل ما اكل اي حاجه على الفطار ولا اشرب شاي ولا حاجه الاقي جدول عليا يوم 9 يوم 11 يوم 14 يوم 17 على اساس ان احنا نخلص ما بص المهم ان احنا ايه يعني نخلص مش مهم بقى مين يصعد. لو الجونه كان طلب يلعب مباراه الاهلي في اسكندريه اتحاد الكره كان ممكن يوافق له؟ مش هرجع لحاجه عمرها ما هتحصل، عمرها ما هتحصل. طب ليه ما يحصلليش يا كابتن؟ ما بيحصل لغيري. مش هيحصل بس ليه؟ لان انت اولا بس يعني انت في حاجات يعني زي ما قلت لك فقدناها، وفي حاجات على المستوى الفني طبعا في حاجات ممكن نكون يعني اثرنا فيها، على المستوى الحسابي اثرنا فيها، لكن زي ما قلت لك يعني عمري ما لعبت دوري العب نصه كل 48 ساعه، ما عملتش كده، ما ينفعش ابدا ابدا ابدا. فرقه بتشارك في كل البطولات ديت اصلا يعني، وتسافر هنا وتيجي من هنا وتروح السويس وتيجي اسكندريه وبعدين القاهره وبعدين ترجع السويس تاني، وبعدين مش مهم يعني. انت الجدول الاولاني كنت مديني اربع ايام،
وبعدين اربع ايام ما بين سفريه وسفريه، تمام؟ وبعدين يجي يقول لك ايه، لا ما هو ده بيحصل مع غيرك. حصل مع غيري فين يعني؟ حصل مع غيري فين؟ مش عايز اكتر في الكلام، بس انا يعني بتاسف الصراحه، بتاسف جدا جدا جدا، لكن زي ما قلت لك يعني كلمه ملهاش تاني، يعني ما ينفعش تثق في حد مش اهل للثقه دي خالص خالص، لان انت بيحصل معاك من اول الدوري، حصلت معاك من اول الدوري شويه نقط كده، شويه نقط كانت باينه علامات بشكل واضح. على العموم انا زي ما قلت لك في تاثير، في يعني في حاجات كتير بالنسبه لنا، يعني كنا ما ينفعش ان احنا نفقدها، لكن يعني مش مبرر ولا حاجه، بطوله ولسه موجوده طبعا وكل حاجه، لكن طبعا بتصعب وبتبعد. يعني اسف جدا جدا على تعادل، مش انا بس، اكيد كل الناس باحساس متغير. مش هتكلم على محمود بسوني او غير محمود بسوني، او يا راجل ده كره اجاييه، بتتناقش مع كابتن محمود عاشور، بتناقش معاه فبيقول لي خلصت والكره طلعت. يعني ايه طلعت؟ يعني انا اديك بالبوكس مثلا، اديك بالبوكس وبعد كده اقول لك الكره طلعت، يعني ايه؟ ده انت ما جبتوش يا سيدي، ده انت ما جبتش الحكم، يعني ما قلتوش تعالى في تدخل انا مش مرتاح له، تمام؟ وسيبه ياخد القرار، سيبه ياخد القرار. النهارده محمود بسيوني ما شفتوش من اربع سنين، محمود بسيوني على الملعب، على مستوى الملعب ما شفتوش من اربع سنين، يعني ان لم تخن الذاكره، مباراه مع دجله من اربع سنين ومباراه ثانيه ممكن تكون ثانيه او ما تكونش، ما شفتوش في الملعب بره اربع سنين. الحكام اللي موجوده على الفار، اللي موجوده في الفار، يعني هو مش انتقاد يا جماعه، مش انتقاد، هي الموضوع باختصار شديد جدا جدا كفاءات. هل الناس دي يعني ممكن تاخد قرار سليم 100% ولا لا؟ على العموم بس انا بشوف للي جاي، بشوف للي جاي. انا خايف اصحى من النوم بكره الاقي جدول كاس مصر مثلا، يعني الاهلي هيلعب يوم 9، والاهلي لو كسب يلعب، لو كسب يلعب يوم 11، وبعدين يلعب 13، وبعدين 15، وبعدين يقول لك اعمل ايه؟ انا يعني خلاص الحمد لله رب العالمين خلصت الموسم من دوري وكاس. يعني بعيد عن التحكيم وكل اللي يعني اعتذرت لجماهير النادي الاهلي عن يعني خلاص في النسب بتتضاءل في الفوز ببطوله الدوري، ولكن لسه في امل وابقى الامل موجود الى اخر البطوله. لا برضه عشان ابقى امين في الطرح، يعني احنا غلطانين في حاجات كتير جدا، بنعتذر عن بعض المباريات اللي كانت في المتناول جدا، مع كل الاخطاء اللي حصلت دي، مع كل السلبيات اللي حصلت دي، مع كل يعني المباريات المضغوطه دي كلها بعتذر طبعا، لان ده واجب. البطوله بتبعد صحيح، لكن ممكن تكون موجوده، لكن برضه يعني مش عايزين ننسى ان انت في 7-8 شهور لعبت كميه بطولات في توقيتات وسفر ومناخ مختلف وسفريات مختلفه، وقدرت ان انت تاخدها. عندنا الشهر الجاي في 3 بطولات كمان، انا ما بقولش كده عشان الموضوع انتهى في الدوري، لا انا بكلمك عشان الرؤيه تبقى جايه بس، لكن راسنا او عينينا هتبقى في وسط راسنا، تمام؟ قبل ما تبعت لي اي حاجه، قبل ما تبعت لي اي حاجه، اي حاجه لو فيها حاجه مش مظبوطه، لو فيها حاجه مش مظبوطه في جداول وترتيب ماتشات وبتاع، يعني كمان اوعى تفتكر ان انا يعني هسمح بيها. يعني انا زي ما قلت لك عندنا فتره توقف، الفتره التوقف دي هتخلص يوم 7، انا متاكد لو انا ما قلتش الكلمتين دول اصلا كان ممكن يبقى لك الجدول، يقول لك ايه هتلعب يوم 8، هتلعب يوم 9، هتلعب يوم 10. ايه ده يعني اجي من بره يوم مثلا 9 العب يوم 12، العب يوم 11، العب يوم 13، سويس، اسكندريه، وبعدين طالع بتصريح واحد، يوم طالع بتصريح يقول لك ايه، لا الجونه ناخرها بقى عشان تكافل. يا نهار اسود، تفتكر ده كده خير؟ يلا اخيرا اخر حاجه بس يا كابتن سيد، الفتره الجايه في مراجعه حسابات لبعض اللاعبين ولا حساباتك وانت بتكسب؟ بعض اللاعبين وانت بتراجع حساباتك وانت بتكسب، بتراجع حساباتك وانت بتكسب، لازم تراجع حساباتك، لكن بس مش عايز الناس تنسى، بس عشان يعني مش عايز تنسى نفس اللعيبه ديت، نفس اللعيبه دي اللي خدت 2 دوري ابطال ورا بعض في 27 نوفمبر و 17/7 اكبر بطولتين، كان فار هناك في 5 ملاقات حضره كان كلهم مظبوطين وتمام التمام، يعني خدوا كاس مصر، خدوا تالت عالم، خدوا السوبر الافريقي، شهر 9 اللي جاي عندك 3 بطولات، عندك سوبر يا رب بس اعرف السوبر المحلي هيتعمل، ده السوبر المحلي كان محطوط له 1/7 بس عشان حته صغيره كده، يعني راح ما تعرفش راح فين، ما تعرفش سوبر افريقي الشهر الجاي، ما تعرفش راح فين. يعني المواعيد دي تجي لي مظبوطه وتجي لي يعني واخد وقتك وراحتك، يعني واخد وقتك وراحتك ما بين المباراه والمباراه 4 ايام 5 ايام، يعني عشان تبقى في الصوره، ما تقومش عامل لي مصال ابيض هو، يعني اقوم من النوم العب ام بي مثلا، ولو كسبت بعد يومين العب الكسبان ما اعرفش مين، ولو
خسرت خير وبركه. لا يعني خليها بس يعني يبقى بالراحه كده وبالعقل وبدون اي انفعالات يعني وبدون اي حاجه يعني خلاص. زي ما قلت باكد على معنى مهم جدا 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 يعني. يعني في الاول والاخر برضو مش هلوم غير نفسي وغير حاجات صغيره. كانت بطوله في المتناول جدا جدا، فقدنا نقاط ما كانش ينفع ان احنا نفقدها، لكن ومش مدي مبررات. لكن اتحدى فرقه، اتحدى ليفربول نفسه انه يلعب 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 نص الدوري، نص الدوري كل 48 ساعه. اتحدى والاخر هيطلع حد طبعا ينتقدك وبتاع، ما فيش مشكله خالص. لا ما فيش، لا بص فرقتك ده بيبقى في يعني لجان مختلفه في الوقت التالي. يا راجل يا راجل، ده انت ممكن تلاقي ناس يعني ولا كفايه كده، كفايه احسن. بس كابتن ايمن، ده كان لقائنا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، اللي اعتذر طبعا لجماهير النادي الاهلي عن فقد بعض النقاط. ولكن يبقى السؤال وعلامه الاستفهام لحكام الفار، الى متى سيظل النادي الاهلي يظلم من حكام الفار؟ اجابه اتمنى الاجابه عليها من مسؤولي اتحاد الكره. اعود اليك من جديد كابتن ايمن، اتفضل.